هي قصة انفجارات موبايلات السامسونج؟ قالت سيدة بولاية ديترويت بأمريكا أن موبايل السامسونج انفجر لما كانت عم تسوق سيارتها. وقدمت بلاغ أنه الانفجار أدى لاحتراق سيارتها بالكامل، وأنه هي كانت محظوظة لأنها تركت السيارة وقدرت تهرب بالوقت المناسب. السيدة اللي عملت لقاء مع شبكة الـ ABC الأمريكية قالت أنه عم تفكر ترفع دعوة على الشركة بعد حادثة الانفجار هي، وصرحت للمحطة أنه كان معها موبايل الجالكسي S4 وجالكسي S8 لما واحد منهم انفجر وبلشت النار تشتعل. يا ترى في مشكلة بموبايلات الجالكسي؟ سامسونج مثل ما بنعرف قصة طويلة مع حالات انفجار بطاريات الموبايل، إلا أنه هالمشكلة ما كانت موجودة بموديلات S4 والS8. مع ذلك قالت الشركة أنها رح تفتح تحقيق بالحادثة هي وتعرف وين المشكلة بالضبط. الشركة قالت ببيان إلها: نحن ندعم جودة وسلامة ملايين هواتف السامسونج الموجودة في الولايات المتحدة، وأكدت حرصها على إجراء تحقيق كامل بالموضوع في حال قدرت أنها تفحص جميع الأدلة. مع ذلك قالت الشركة أنه من المستحيل تحديد السبب الحقيقي للحادثة، وعلى ما يبدو تأثير النوت 7 لسه مستمر مع الشركة، خصوصاً أنه كانت تسبب بخسارة كبيرة للسامسونج اللي اضطرت وقتها تسحب 2.5 مليون جهاز من السوق بسبب مشاكل البطارية. يا ترى ليش بتنفجر البطاريات؟ تعتمد البطاريات الحديثة على تكنولوجيا أيونات الليثيوم، وهي سبب ثورة في عالم الموبايلات، وهي تكنولوجيا موجودة بالسيارات والطيارات وطبعاً بالموبايلات. وهالتكنولوجيا أثبتت على مر السنين أنها آمنة نوعاً ما، حتى تم التبليغ عن أول حادثة لنوت 7 لما انفجر بجيب أحد المستخدمين. وبترجع المشكلة لعدة أسباب، منها سخونة البطارية اللي ممكن تؤدي إلى تحطيم عدد من الخلايا، وهالتحطيم ينتج عنه سلسلة من التفاعلات بتسبب انفجارات بالبطاريات. ويمكن طبعاً ينتج عيوب تانية عن الحرارة الزايدة، منها تورم البطارية، وهي حالة بتصير بأغلب موبايلاتنا بعد فترة طويلة من الاستخدام، وخصوصاً مع موبايلاتنا القديمة. المميز ببطاريات أيونات الليثيوم هو قدرتها السريعة على الاشتعال، ومع ذلك بتم استخدامها بسبب قدرتها الكهربائية العالية، بالإضافة بتساهم بتقليل مساحة البطارية مع ساعات عمل طويلة بتناسب استهلاكنا المتزايد لأجهزة الموبايل. عيوب التصميم ممكن تسبب التفاعلات غير المرغوب فيها، وطبعاً الشحن الزائد ويلي ما بينصحوا فيه المختصين لأنه ممكن يضر البطارية. بتفضل الشركات عموماً شحن أجهزتنا بنفس الشاحن يلي بتزوده الشركة لزيادة عمر البطارية ورفع مستوى الأمان. وما ننسى طبعاً أنه في دارة داخلية بتحمي البطارية والموبايل، ودارة تانية بالموبايل نفسه لزيادة معدل الحماية.